Sabrayar. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سابرايار. السلام عليكم ايها الشعب التونسي. ايش عملنا تو؟ الشعب يريد ولا الشعب لا يريد؟ ها يا شعب، تو تريد ولا ماكش تريد؟ الشعب نهار 25 جويلية قال لك الشعب يريد، خرجوا نهار 26 سبتمبر قال لك الشعب لا يريد. ما قال لك الشعب التونسي ولا شعبين، شعب يريد وشعب لا يريد. حتى قيس سعيد قالوا له اي عاد، ها هاي مبروك، هيا خلصنا المبروك عاد سيد رئيس، هاك ملي كنت رئيس على شعب وليت رئيس على شعبين، حتى الدستور قطعوه لك على دستورين، يقول لنا برك فين ماشيين. موكا عملوا وقفة احتجاجية أخرى البارح قدام المسرح البلدي، عملوها بنهار الأحد المرة هذيا. موكا خرجوا نهار السبت سماهم مخمورين، بدلوا بنهار الأحد. إن شاء الله برك ما يسميهمش صليبيين. حتى عندي صاحبي سكيرجي أنا، قال لي بطلت الشراب، علاش؟ قلت فاش قام؟ قال لي خفت، يقول علي نهضاوي. يحسبوني مع المخمورين اللي دافعوا على الشرعية وأنا ما دافع كان على الشعيرية. أما لا، أما جاو ما شاء الله العباد نهار الأحد. حتى وتيل الهنا تعوج البارح، وتيل هنا تعوج. ما شفتوهاش في التصويره اللي هبطها الغنوشي مهبط تصويره للوقفه الاحتجاجيه من كثره ما هي بانوراميك الكنيسيه خطفت الدوره مع سكه المترو. من كثره ما حل لونجل نتاع الكاميرا وتيل الهنا ولا متكي على جنب. السياح نتاع وتيل هنا جابوا لهم طوليه البارح، الكل خرجت معوج. وزير السياحه ما رقدش البارح، قال ناقصه السياحه هي اعوجاج وكمل علينا تصويره الغنوشي. وحتى اسمه المصور بعد ما صور التصويره بانوراميك هكا وحل بالجرونتونجل ومدها الغنوشي، قال ذاك المصور قاعد يغزر لها بها التصويره، قالوا يا شيخ راه شوف راه هكا صحيح يظهروا في التصويره برشا توانسه، اما اللي من تالي راه ماهيش تونس. قالوا الغنوشي انا تو حاشي بالتوانسه، تونس يرحم ربي مش وقتها تو. اما جات الجموع، لا وقفه، لا الوقفه هذه عبات ما شاء الله، قال لك ثم 3-4000 جاريه هكاك. جوهر مبارك ملي كان ينبر على عبير موسي كيفاش كي تحكي بالبوق البارح شادد الميكرو ما سايبوش. يعايد بالميكرو، من انت؟ قال له يا قيس سعيد كي تمس الدستور، من انت كي تقرر وحدك، من انت؟ عصير وشعلهم الجماهير غاديك. شعل الجماهير ومن بعد خليهم في الشمس ومشى يعمل في اكسبريس في قهوه المسرح. ولا حبيب بوعجيل، لا جو البارح جو حفال يا ودي، قال لك حتى من الدقله فرق الدقله. انا حتى نعرف عطار الغادي في الافنيو مخزن 500 باكو بشكوتو ما بيع حتى كعب. جماعه دوروا هالو دقله، العطار يندب فيهم، ايش نعمل لهم؟ قال لي 500 باكو بشكوتو مخبيها على خاطر الوقف الاحتجاجي. خلي قلت له هاي جاي الانتخابات مبكره تو يتبعوا لك الكل، الدقله راهي ما تدوبش. قلت له في الانتخابات كل واحد يرجع لاصله ما تخافش. اما حتى في اسمها في نشره الاخبار البارح، نشره الاخبار معدين هكا الفيديوهات نتاع الجماعه اللي رافضه قرارات الرئيس والشعارات ضد قيس سعيد والعباد تطالب باسقاط قيس سعيد، وحاطين العنوان من لوطه وقفه مسانده لرئيس الجمهوريه وللتدابير الاستثنائيه التي اقرها. وبرا افرز وحدك انت، الفي تي ار من قدام المسرح البلدي والعنوان من قدام نزل الهنا. اما قال لك ثم كيران ما خلوهاش تعدى من الوتوروت. قال قيس سعيد واقف بعصال غادي الكار اللي ماشي الاحتجاج يدورها. والله يذكرك بالخير يا المشيش، الكيران كان يدورها من دخلت الحمامات جمله. قبل في احتجاج 24 فيفري وقتها النهضه ما كرات الترين وجمله، تو عاد فاتها الترين واش نعم. اما الحديد يتضرب وهو سخون يا جماعه، الحديد كان برد يهز ما يرد. نادي عكاشه مشات لقيس سعيد قالت له الامور ما تعجبش سيد رئيس، الغنوشي دعا انصاره نهار 26 جويليه ما جاوه كان 10 عباد، في وقفه 18 سبتمبر جاوه مئات، في وقفه البارح جاوه الاف. يعني الوقفه الجايه ممكن ياسر تلقى حتى الامين محفوظ يعيط معهم. كيفاش؟ قال انا حسب احصائيات الزرقوني عندي نسبه رضا الشعب 90%. والله قالت له نبيل القروي كان في صبر الاراء الاولاني تو هاك في الحبس، يعني كان تحب تمشي بالاحصائيات قول للزرقوني يشوف لك فين تبات. ورشم له شكبه.